بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. صوت كويس ان شاء الله يا جماعة. اخبار حضراتكم عمش بداية نعتذر يا جماعة من المحاضرة اللي فاتت، ولكن التيار فصل فجأة، تيار كهربي، فنعتذر جدا بسبب هذا الأمر، ولكن طبعا ده خارج عن إرادة أي حد هنا. أعتذر لحضراتكم. إن شاء الله قبل ما نبدأ بإذن الله هناخد نبذة صغيرة، حاجة صغيرة يعني كده مقتطفات باسم اسمها املأ كيانك الشباب. فترة الشباب، ثروتكم يا شباب. اتفق العلماء يا جماعة، دايما العلماء اتفقوا على ان من ثروة الامم شبابها. اقول لك، لو انت عايز تشوف مستقبل امة، عايز تتنبأ بمستقبل الامة، انظر لشبابها، شوف ايه اللي يهمهم، ايه اهدافهم في الحياة، طب بيعملوا ايه، بيفكروا في ايه، عقلياتهم، حدود تفكيرهم. ومن ثروة الشباب يا جماعة فين؟ ايضا ثروة الشباب في شبابهم، يعني الثروة بتاعت الشباب بتاعتنا ان شاء الله فين؟ في شباب، كون انك شاب دي الثروة بتاعتك. بمعنى ان حسن توظيف فترة الشباب بتاعتي هي دي الثروة بتاعتي. ثروتي اللي هي ايه؟ حسن توظيفي لفترة الشباب. هنلاقي ان احنا بعض الشباب بيظن كلمة شاب معناها ايه؟ انك تنام براحة وكسل او سجاير او مخدرات، صحبة سوء، طبعا ايه كل ده تحت بند انا شاب وعيش حياتي، او لعب الكورة طبعا، مشاهدة المباريات، متابعة الاخبار والقنوات الرياضية، او طبعا ممكن الاقيه كده كل حياته مجرد يسمع اغاني ومتابعة الاحدث منها. المغني الفلان نزل البوم جديد، المغنية نزلت البوم جديد، او المحادثات، الصداقات في النت مع الجنس الاخر طبعا، شباب او فتيات، او اخر شيء في تشبه الاثنين بعضهما. يعني نلاقي البنات نعوذ بالله من هذا تسترجل بدون شبه الولد، والشاب طبعا اعوذ بالله اصبح تشبه كلمات النساء من سيال، الكلام اللي بيحصل دلوقتي للاسف الشديد. طبعا عن ابن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فعلشان كده يا جماعه يا ريت احنا كشباب الوطن العربي او كشباب امة لنا رسالة. فترة الشباب دي ثروة، كتير مننا دلوقتي يقول يا ليت الشباب يعود يوما. لا، الشباب مش هيعود، بس احنا دلوقتي شباب، فمش عايزين نقول زي الشاعر ما قال كده، يا ريت ايه، يا ريت نستغل شبابنا فعلا. ترى حضراتكم نبدا ولا نناقش؟ كمان صوت في مشاكل، نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، يا جماعة لقاءنا رابع إن شاء الله مع حضراتكم، لأنه مهارات تفوق الدراسة الاستراتيجيات الحديثة المذاكرة. طيب الصوت كده كويس إن شاء الله؟ يا جماعة كده كويس ولا في مشاكل لسه؟ كويس تمام، جزاكم الله خيرا يا أستاذ محمود. في المحاضرة اللي قبل دي يا جماعة كنا بناخد ايه؟ نراجع مع حضراتكم آخر حاجة كنا واخدينها. محدش فاكر ايه آخر حاجة كنا واخدينها؟
ما شاء الله عليكم. أهلا وسهلا بيك، فقدت الذاكرة جزاكم الله خيرا. أخذنا يا جماعة تقوية الذاكرة واللعبة، محدش لعب معانا المرة اللي فاتت. ظاهر ما حدش لعب معانا المرة اللي فاتت، خلاص هنلعب المرة دي إن شاء الله. أخذنا آخر حاجة يا جماعة كانت وسائل عملية تنشيط الذاكرة، قلنا النشاط والحركة والصحة الجيدة، ضبط كمية الطعام الأكل التالي، ساعة صدقة للقلع مجلة متنوعة، ارتفاع مستوى التعليم واستمراريته أكثر من شيء. هناخد النهاردة إن شاء الله حماية العقل من العادات السيئة. أهلا بحضرتك. زي ما قلنا يا جماعة، بس للأسف طبعا التيار فصل المرة اللي فاتت فما كملناش كلامنا في الموضوع ده، إن حماية العقل من العادات السيئة ده بالظبط زي فيروسات الكمبيوتر. فيروسات الكمبيوتر بتدمر الجهاز، صح؟ كل واحد معاه جهاز كمبيوتر بيحاول يحافظ عليه من الفيروسات دي. إحنا بقى عقلك هو ده جهاز الكمبيوتر، عايزين نحافظ عليه إيه؟ من العادات السيئة اللي هي الفيروسات. عادات سيئة زي ما قلنا دلوقتي يا جماعة للأسف فترة الشباب، أو بالنسبة لي كورة، أصاحب أولاد، أصاحب بنات، أسمع أغاني، قاعد ده كله طبعا تحت رأيك أنا شباب وعيش حياتي. للأسف الشديد مش معنى إنك شباب، محمد الفاتح فتح دول وهو عنده 17 سنة، وهو عنده 22 سنة فتح القسطنطينية، وهو عنده 17 سنة فتح أغلب دول أوروبا، سيدنا أسامة بن زيد وهو عنده رياض بنقول 16 سنة ورياض بنقول 17 سنة، قائد جيش المسلمين بعمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موجود مين؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، الخلفاء الراشدين كلهم كانوا موجودين. تمام يا صاحبي. عشان كده قلنا يا جماعة الراحة والرفاهية والكسل والخمول دي من العادات السيئة اللي بتدمر العقل. العادات السيئة اللي بتدمر العقل عندي اللي هي الراحة، دايما ايه؟ واخد الحياة برفاهية، واخد خصوصا مع الإمكانيات التي أتيحت لينا دلوقتي. طبعا وفرت حاجات كتير، وفرت في وقت في جهد في كل حاجة، وفرت مزيء من خلاص بدأ الآلات تبدأ تحل محل الإنسان في أغلب الأعمال اليدوية، فابتدأ بقى راحة ورفاهية طرف. ولكن هل هو ده يا جماعة الطرف ده هو المطلوب؟ أنا مفيش مشكلة وأنا ربنا متربكة في حد اسمه، ولكن ما توصلش لدرجة إنك تبقى حياتك دايما رفاهية زيادة عن اللزوم. ده طبعا يا جماعة مع الراحة والرفاهية اللي هي بتكون زيادة أو فوق الطبيعي بتؤدي إنه يكون في كسل وخمول. الكسل والخمول طبعا ما شاء الله بيؤدي لكمية الأكسجين في العقل عندي بتقل، مجرد ما تقل كمية الأكسجين طبعا العقل نفسه بيدخل حالة خمول، مفيش نشاط، مفيش شغل عادي. طبعا عايز أشغله؟ لا مفيش. هيشتغل ازاي؟ هو اصلا الوقود بتاعه والبنزين بتاعه زي العربيه المثال اللي احنا قلنا، العربيه البنزين هتمشي من غير بنزين العربيه؟ طبعا لا. قبل كده الاكسجين هو النسبه الكبيره اللي فيه، ويحتاج 150 جرام علشان يؤدي عملياته بشكل طبيعي، فطبعا ده مش موجود. الاسراف في الاكل ما شاء الله قلنا يا جماعة لا لا زي الفل كده، ما الأكل أكل 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 في حياته كلها إنه بياكل، حياته كلها إيه؟ أكل، هوايته إن أنا باكل. الإسراف في الأكل ده بيؤدي ليه يا جماعة؟ الإسراف في الأكل بيؤدي بسم الله إن شاء الله طبعا معدة بتتملي زي الفل، ويأدي العقل بقى عشان الأكل يا جماعة بتدم فين؟ الأكل بتدم فين يا جماعة؟ الجماعة مش معانا خلاص يعني؟ خلاص أنا هكلم نفسي النهاردة يعني. الأكل يا جماعة بيتبن طبعا، كلنا عارفين إن مكان هضم الأكل هو المعدة، فبيجي طبعا أثناء عملية الأكل، فالإسراف في الأكل أدى ليه؟ جزاكم الله خيرا. إن العقل عايز دم، والمعدة عايزة دم عشان يتم فيها ايه؟ يتم فيها عمليات الهضم، فبالتالي المعدة
بتسحب الدم من العقل او من المخ من الجسم كله بيتكون في المعده. ليه؟ علشان تقوم بعمليه الهضم بسبب الاسراف في الاكل. اللي طبعا العقل عايز يشتغل دلوقتي، هيشتغل ازاي؟ ما فيش دم عندي يشغلني، المخ ما فيش دم يشغله، هيشتغل ازاي؟ بالظبط زي العربيه ما فيش بنزين هتشتغل؟ لا مش هيحصل. عشان كده فالعجل بابا هاجي يا جماعه كده يروح للمعده يخبط، لو سمحت يا معده انا عايز دم، لازم مؤخرا انا عايز دم عشان اعرف اشتغل. هو كده ما عنديش دم يعني انا اعمل ايه؟ هو عايز دم عشان اعرف اشتغل. طبعا المعده بتقول له انا معلش انا ما عنديش الدم انا محتاجاه عشان اصرف الاكل ده، ما صاحبنا ليه ثلاث ساعات بياكل، انا اعمل ايه؟ يا اما اخد الدم ده علشان هو الطعام ده يتم هضمه، ولا اما صاحبنا هيروح في داهيه. بعد شويه كلام لان هذا لو سمحت بعتي لي دم انا عايز اشتغل. بالتالي المعدة لما انا اخلص المسؤوليات اللي معايا، لما اخلص الحاجات الكبيرة الكميات الحلوة دي اللي بيبقى لنا صاحبنا عجب اكلك دم، فبالتالي الاسراف في الاكل بيؤدي ليه؟ بيؤدي للمرحلة اللي قبل كده يا جماعة اللي هو كسر الخمر. طب ما فيش دم العجل بيقول ده ما احنا ده بيحصل لما الاقي اخوك الصغير بيخبط على باب الاوضه بتاعتك مره واثنين ثلاثه، يا اخي مش مخبط، ما حدش موجود، ما حدش بيرد عليه. السبب ضربك اكتر من مره وانت ما ردتش عليه. نفس الوضع المخ بيعمل مع المعده كده، مره واثنين ضربت دم ما فيش، فبيقول لا كده كفايه رجع انا هاخد راحه. ويقول طبعا ايه من العجل ما يشتغلش، كفايه كده مش هيشتغل. ليه؟ لان ما فيش دم علشان انا اقدر اشتغل. قلة العمليات العقلية والتفكير، لازم يا جماعة البرامج اللي بتقوي العقل بتستخدم العمليات الحسابية والألغاز والكلام ده، قلة الأمر ده قلة الأمور اللي أنا بستخدم فيها عقلي دايما أمور حسابية. لو قال لك 3 في 3 بكام؟ تقول له معلش الآلة الحاسبة بس تطلع المدار هحسب الحسبة دي، تحسب إيه؟ 3 في 3 ب10 صح ولا لا يا جماعة؟ 10 بالظبط كده. لا ابتدينا نعتمد على الالات، ابتدينا نعتمد ان انا شغال هدخل معايا جوجل وكده، ولا جوجل طبعا حل لغز كذا، ايه ده بنحل الكوبي بيست، ولا دماغي ما ينفعش. لازم اشغل بتاكل مؤخرا، لازم اشغل عقلي، لازم يكون في عمليات، في برامج يا جماعه العمليات العقليه والتفكير، يوصي الناس في برنامج اسمه اي كيو خاص خاصة باختبار الذكاء، وفي معايير اسمها بينيه الدار الخامس برضه خاصة بعملية الذكاء وتحديث الذكاء. يعني نستخدم العمليات دي عشان ايه؟ عقل التفكير الالغاز لما يكون دايما قاعد، يا ريت بدل ما اقعد على الفيس بقى المزرعة السعيدة والارض والحاجات المملة للاسف ما فيهاش اي شغل للعقل ولا اي حاجة، انما هي ايه؟ اهمال العقل وقدرات العقل بيتم اهماله بشيء ضغط يعني. فانا بعمل ايه؟ يا ريت اكون شغال دايما مش اخسر حاجه، عمليات عقليه تفكير ان انا افكر. لو الالعاب الصغيره الاطفال دي العبها، ممكن الطفل اللي بيحل الالعاب الصغيره اشطر مننا احنا الكبار. السبب لانه اتعود في استمرار في شغله معاه، كذلك انت ما تخليش دايما ان لا خد حل دي مش فاضي مش فاضي، هي ممكن تكون مش هتاخد 5 دقائق. فانت دايما نعود نفسنا على ايه؟ ان نستخدم عمليات العقلية، عمليات التفكير، الآلة الحاسبة، في آلة حاسبة ربنا سبحانه وتعالى اديها لي في دماغي، بلاش إن أنا أستخدم إيه؟ أستخدم الآلة الحاسبة ولا الآلة في الكمبيوتر، ربنا سبحانه وتعالى اداك إمكانيات ذاكرة أقوى من الآلات دي كلها. ذاكرتك أنت وقوة عقلك مفيش حاجة اسمها آلة أو كمبيوتر يعادل الكلام ده. عارفين يا جماعة قدرة الإنسان مخ الإنسان الذاكرة تشيل كام؟ لو في هارد معانا 1000 تيرا دي الذاكره بتاعتك، تخيل ان الذاكره بتاعتك بتشيل 1000 تيرا بايت. عليكم السلام ورحمه الله. عدم القراءه ودايما حجتنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللي هو عارفين الشماعه الكبيره اللي هو بتبقى ايه؟ طب هتبقى في الاوضه بتاعتي
ان ما شاء الله ما عنديش وقت علشان اقرا، مش فاضي انا مشغول. اما لما نخلص اللي علينا الاول نبدا نقرا. اقرا اقرا، لا لازم انا لازم اقرا، لازم اقرا. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد هناخد بعد شويه نقطه معينه يعني بخصوص الموضوع ده، فالله المستعان. يعني هو اخذناها قبل كده، متوسط القراءة يا جماعة، عارفين متوسط القراءة عندنا كام احنا العرب؟ اخذنا ده الجماعة الناس اللي كانت معانا قبل كده يا جماعة من اول الكورس، متوسط القراءة كام؟ متوسط القراءة يا جماعة بالنسبة للشخص او المرء في الوطن العربي 6 دقائق في العام. السبب وفي فرق يا جماعه، انا لما بقول قراءه هنا مش بقول التزاماتك، مش بقول المواد العلميه اللي هي خاصه مطبق عليك في الثانويه العامه او في الاعداديه او في الكليه، بقول كده بقول قراءه يعني بعد التزاماتك، لا بعد التزاماتك. فهمنا ان الرجل في الدول الاوروبيه يا جماعه متوسط القراءه عنده 200 ساعه في السنه. يا ريت كل دايما يا جماعه كتب صغيره في المواصلات، فعلا اغلبنا ما شاء الله يعني بنضيع وقت كبير جدا لما بتاخد ساعه في المواصلات، بتاخدها بس كده بتاخدها بتقعد تتفرج على الناس ولا تاخدها فاتت ولا ايه؟ لا احنا سبحان وتعالى كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى من علينا حاجه جميله جدا. ان انت ممكن اي خطوه تاخد فيها حسنات، اي خطوه قدامك، ليه ما اذكرش ربنا؟ ليه ما اقراش قران؟ ليه الكتب الروايات يا جماعه، الكتب اللي هي الموسوعات، الموسوعات العلميه والموسوعات الثقافيه اكثر من شيء، اقرا اي شيء. هل انا الكلام ده اقول باذن الله اخذنا، احنا اخذنا القراءه السريعه، اخذنا الاستراتيجيات دي اللي هي الكتب اللي مش محتاجه منها مجهود زي الروايات، الادب، المسرحيات، القصص، الموسوعات، دي كل المعلومات مش محتاجه مني مجهود جامد. فانا ممكن استخدم في المواصلات بتاعتي ان انا اقرا الكتب كتيب صغير. وبالتالي دلوقتي موضوع الكتب يا جماعه متوفر لدى الجميع، المكاتب ومعارض الكتب لدى الجميع وباسعار رخيصه جدا، وفي نفس الوقت في استعارات تشاور ترجع الكتاب من بر اصلا تشتريه او تدفع فلوس عشان محدش يقول ايه مكلفه وكتب غاليه وكده، لا في استعارات كتب دلوقتي مش غاليه ولا حاجه. متابعه التلفزيون من ساعات طويله بغير هذا، انت بتقعد قدام التلفزيون ليه؟ سؤال. جزاكم الله خيرا كمان زي الفل يعني الكتب، جزاكم الله خيرا على الاضافه عن التذكير. ما شاء الله دلوقتي في طبعا ايه الكتب الالكترونيه ملايين الكتب ومجانا. ايه تاني يا جماعه؟ التلفزيون ساعات طويله، بتقعد قدام التلفزيون ليه؟ تقعد قدام الانترنت تقعد ليه؟ ايه الهدف انك بتقعد؟ لما بتقعد قدام التلفزيون بتقعد ليه؟ يا جماعة لازم أكون أحدد، أنا أولا تحديد عدد الساعات، أنا هقعد قدام تلفزيون عدد ساعات معين، ما تعدوش أبدا، هنتكلم عن التلفزيون والإنترنت يا جماعة. شو عدد ساعات معين هيتم تحديد هيتم تحديده ما تخطوش تحت أي ظرف. حدد أنا قاعد ليه قدام التلفزيون؟ قاعد لو أتابع برنامج ما فيش مشكلة، أتابع البرنامج أتحرك من قدام التلفزيون. الفيس علشان اشوف ايه الاوضاع وايه اللي بيحصل ما فيش اي مشكله، اتابع ايه الاخبار ونطلع تاني خلاص. اقصى حاجه بيننا يا جماعه اقصى حاجه ساعه في اليوم تكفي على الانترنت. ساعه تكفي على الانترنت يوميا مش اكتر من كده. زي ما قلنا شوف انت بقى عايز تنقص كم درجه؟ كم درجه؟ وبصعد الدرجات دي اللي انت عايز تنقصها اخر السنه من مجموعك خليك قدام الانترنت والتلفزيون. بتقعد قدام تلفزيون في هدف معين ولا بتقعد في 300 قناه او 600 قناه تلفزيون بمسك ريموت الكنترول قاعد مالش اي هدف بس كل ما في الامر بمارس هوايه ايه؟ تمرين الصعاب بمرن صعاب وكده بضغط على ايه؟ زرار الريموت كنترول بس بقلب في القناه لما اشوف ايه اللي هيحصل معايا جت حاجه ممكن اتابعها ما جتش حاجه انا بقلب للاسف شديد طبعا. علشان كده يا جماعه عايزين نعمل حمله النهارده ان شاء الله، عايزين ندش لحمله كده كبيره ونبدا بيها.
رأيكم موافقين؟ موافق يا جماعه نبش نحمله وكده و ما تبلغوش يعني الدعايه والاعلان على حسابي يعني، ايه رايكم؟ موافق يا ريت تكتب لنا واحد. طيب محدش موافق يا جماعه؟ طيب تمام، طب حتى لو مش موافقين هنعرض ان شاء الله الامر ده. عايزين نعمل حمله يا جماعه بعنوان جزاكم الله خيرا، الناس موافقه يعني تمام. حمله التسبيح بريموت كنترول. حمله التسبيح بريموت كنترول. انا طالما انا ماسك ريموت كنترول بتاع التلفزيون او بتاع الريسيفر في ايدي فانا هسبح ربنا سبحانه وتعالى. هيمنعنا من بلاوي كتير على فكره يعني، ولما بقول بلاوي كل واحد فينا عارف ايه معنى كلمه بلاوي خصوصا في الايام دي يا جماعه. ماشي، هيمنعنا من حاجات كتير. كل ما انت كل ضغط على زرار ريموت كنترول استغفر الله سبحانه وتعالى. شوف هتتخيل هتستغفر كم مره في اليوم، ولا هتسبح ربنا كم مره. يا ريت يا جماعه اخد وعد مع حضراتكم ان احنا نطبق الحمله دي. تمام، يا ريت اخد وعد من حضراتكم ان احنا النهارده ان شاء الله هنبدا من النهارده نطبق ايه؟ حمله التسبيح بالريموت كنترول. ويا ريت نعرف اصحابنا، ابلغ اصحابي وابلغ كل اللي حواليا. هاخد حسنات هتدل على الخير ايه؟ كفائله ولا ينقص من اجر فائله ايه؟ شيء. فانت خليك دايما ان مكالمه اليوتيوب تمام مرض يا جماعه الالتزام بقواعد الدعم الفني. بلاش في الكبت والقهر ورفض راي الاخر. بلاش يا جماعه تعيش في المرحله دي ان انا دايما اوصل لمرحله ان انا في عقل اللاوعي هكبر ملف كده، هفتح ملف جديد اسمه ايه؟ الكبت والقهر. دايما تكبت في نفسي لحظه جمال الحلوين دول اللي كده ايه؟ يكون قاعد كده زي الفل وبيضحك كده، بس هو طبعا ايه في براكين من جواه يعني. لو ان شاء الله كده تم التنفيذ الكبت والقهر بتاعه ان شاء الله كل اللي حواليه الله المستعان ربنا يسلم عليهم. عشان كده بنقول يا جماعه تمام مفيش مشكله يا جماعه في جروب الكورس يا جماعه اي لينكات اي شيء عليه يتعامل معه. بلاش كل واحد فينا يا جماعه يعيش في الدائره دي، دائره الكبت القهر، الناس رفضاني، ان الناس ما بتتعاملش معايا، ان انا مرفوض من المجتمع، ما حدش فاهمني، ما عارفينش يقدروا ظروفي، هم مش في مكان لو موجودين في ظروفي، انا مشغول جدا، انا كذا، بالظبط جزاكم الله خيرا، دور الضحيه، انا دايما انا وانا 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 وانا، انت ايه؟ انت دور الضحيه بلاش منه، بلاش فكره انه ايه؟ ما حدش فاهمني، ما حدش مقدر ظروفي، هم حط نفسه في مكاني هيفهموا انا كان بقول ايه. خلاص حط انت نفسك مكاني، حط انت نفسك مكاني ونشوف تصرفه هيكون ايه. اسهل ما يمكن يا جماعه فكره ايه؟ انك تلوم الاخرين. اسهل ما يمكن تلوم الاخرين، وده للاسف الشديد ما بينفعش. تقعد تلوم وكذا كده هتلوم، تقعد بقى تعاطف في ده وفي ده، للاسف الشديد هتلاقي نفسك فجاه اصبحت سلمه في ايه؟ سلمه نجاح في شخص اخر. السبب لكن انت عايز دايما في دور الضحيه، انا ما مش بعيد حاجه، هم اللي غلطان، هم اللي بيعملوا، هم هم. لا، انت بتعمل ايه علشان تعالج الامر ده؟ الخطوات اللي اخذتها انت علشان ما تكونش انت اللي دايما ملام. انت خد قرار ان انا النهارده طالب قال كلمه لا، هقول لا عشان ما تكونش ايه؟ جمهور عصام محمود دور الضحيه عشان تكون لا، اتكلم تاني كلمه لا، انا مش فاضي يا جماعه، معلش هعتذر، انا معايا مذاكره يبقى مش هينفع بقى ايه في تنفيس على الراي، في طلب رايك يا ريت تتكلم، مش بقى اكون قاعد مع جماعه اصحابي كده وحصل امر. فالمهم طلب رايي فجاه بقى علشان في الصحاب ده اللي في واحد مش صاحبي وانا ما بطلبوش، بس في جنب النهارده انا مش هتكلم، واي حاجه هيقولها هو هرفضها. احنا عايزين نطلع من الدايره دي يا جماعه. وفي حاجه عندنا في البرمجه اللغويه العصبيه، فربنا بيقول لك ايه؟
جزاكم الله خيرا استاذ محمود، ان شاء الله التفاعل النهارده معك جزاكم الله خيرا التفاعل معنا. هنقول برضه حاجه ثانيه يا جماعه، المفاتيح تمام تفتح، هي تفتح الاقفال، كذلك الكلمات تفتح القلوب. فياريت انت دايما تختار كلماتك، تختار ايه؟ كلماتك مع ايه اللي بتتكلم معاه. في فرضيه يا جماعه في البرمجه الاصوليه بتقول لك ايه؟ تقبل الاخرين كما هم، احترام وتقبل الاخرين كما هم، اقبل الشخص زي ما هو وبعدين اتعامل معاه، ومع الوقت حاول تغير او حاول تدور في علاقتك. اما انك تتعامل مع شخص بمجرد التعامل معه يتم التعامل على اساس انه هو الشخص ده عايز تغيره، عايز اغيره، لا هو في حاجات كتير خطا انا عايز اغير الحاجات دي، انت كده بتهاجم في معتقداته وقيمه، وبالتالي للاسف الشديد هيتم رفضك مباشره. ليه؟ لانك انت جبت في حاجه مهجوره قيم ومبادئ بتدين فيها، فانا مش هقبلك. انا ايه؟ مش هقبلك. ثاني المكيفات والتكفين، ان شاء الله ما اكثر من يعني زي الفل. المكيفات اللي هي المنبهات يا جماعه، الماده المنبهه، سيجاره، نسكافيه، كابتشينو، اي نوع من انواع المشروبات. الحاجات دي بتحل محل يا جماعه مواد طبيعيه بيفرزها العقل عندنا، فبلاش يا ريت يا ريت يتم خفض الموضوع ده. يعطيك العافية يا جسد، جزاكم الله خيرا. التدخين قلنا المثال يا جماعة بتاع الدور اللي فات، حد يفتكر معانا المثال بتاع المرة اللي فاتت؟ التدخين هنقول سلام للناس اللي ما كانتش موجودة معانا، دايما بيقول لك ايه المدخن بيجي يقول لك ايه؟ تسأله تبي تشرب سجاير؟ يقول لك السجاير هتخليني راجل، انا هكون راجل لما اشرب سجاير، يعني السجاير هي اللي هتخليك راجل؟ ايوه هتخليني راجل كده، هحس ان انا راجل وليا مكانتي. تمام ما شاء الله عليك. ايه تاني؟ هتقول له هتخليك كبير، هيأكد لك طبعا ايوه هتخليني كبير، فانت ترد عليه بقى تقول له ممكن تديني سجاره؟ عرفت لو حد معاك من صحابك او ايه؟ او من صحباتك للاسف الشديد يعني بيعمل الكلام ده، فممكن نستخدم المثال ده معاه يا جماعه. فتقول له ممكن بقى تديني سجاره؟ يقول لك اتفضل. فانت ترد عليه بمنتهى السهوله تقول له لا انا مش عايز، لان راجل بما فيه الكفايه ومش محتاج سجاير علشان اكون راجل، لا مش محتاج السجاره اللي جذبه جدا واللي مخليك راجل، لا انا مش محتاجها علشان اكون راجل، لا انا راجل من غير ايه؟ من غير السجاره دي. طبعا خلي بالي انا فاكمل بقى، اما انت بقى اشرب سجاير لانك عيل وعايز سجاير تخليك راجل وتكبر فاشرب سجاير. انا يا ريت يا ريت طبعا ايه؟ تخلي بالك، لان احيانا ممكن كل اللي انت بتكلم بسم الله ما شاء الله يعني بسطه في الجسم وكده يكون بيعجب معاكش يعني، فانا مش مسؤول. طب معانا مشكله يا جماعه، انه لو كان الوالدين هم اللي بيدخنوا، ان معاك اهلك هم اللي بيدخنوا، هتعمل ايه في الحاله دي؟ هتعمل ايه؟ اسمع انا حضراتكم، لو الاهل هم اللي بيدخنوا هعمل ايه؟ النصح في صورة قصة جزاهم الله خيرا، النصح لقيت ده نفع خلاص بقى انا اضربهم ولا ايه؟ طالما النصيحة ما بتنفعش يبقى خلاص نشوف حاجة تانية تنفع. فاحنا عندنا حاجة يا جماعة، دايما لو اهلي هم اللي بيدخنوا اتعامل معاهم بطريقة تانية. ايه هي الطريقة دي؟ ان انا هعرض عليه ان انت تسأل اهلك لو بيشربوا سجاير، يقول لك انتوا عايزين تبطلوا سجاير؟ أكيد أكيد الإجابة هتكون أيوة، أكيد أكيد الإجابة هتكون أيوة. يقولهم خلاص أنا بقى هحجج لكم الموضوع ده إن شاء الله، هحجج لكم رغبتكم في الموضوع ده إن شاء الله. الأمر ده يا جماعة أهلك هيحسوا بمدى حبك ليهم وقيمتك عندهم، هيحسوا في نفس الوقت برضه يعني هيحس هيشعر بالخجل، هيشعر بالخجل ان ابنه خلاص انت ما قدرتوش انا هقدر بقى، انا هنجيب لكم الامر ده ان شاء الله.
الامتناع عن التدريب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا استاذ سامي. شخص متفائل، لو مش متفائل ده وانا حبيت انصحه يا ريت تكون منافذ البيت كلها مفتوحه طبعا، يعني الابواب والشبابيك والبلكونه وكده عشان يبقى ليه منفذ اهرب منه بسرعه. لان ممكن بتبقى ايه طبعا ما شاء الله في طيارات بتبقى في البيت فجاه الاقيها بتتحرك كده، يعني اكيد كلنا يا جماعه بنتعرض للموضوع لما تلاقي فجاه طياره جت فجاه كده يعني لبست فيك ولا حاجه. تمام، شيء جميل جدا. هتدخل يا ريت دي صح فرمضه ما فيش مشكله، دخل وموت نفسك بعيد عني ما تموتنيش معاك. زي ما قلنا استاذ نهله الكلام ده مش مع القهوه طبعا، ممكن اقول كده ما شاء الله يعني في حاجات كتير بتطير في الهواء وقتها هستقبلها طبعا. انت هتكون كره السله بتاعتهم يعني. امتناع عن التدريب، انا بتدرب يا جماعه امتناع، لا في التدريب في امسيه انا بتفيدني في ايه يعني التدريب ده يفيدني في ايه لو انا حضرته؟ لا تدريب العلم دايما بين الامر، ما عمرك ما هتصحى انك حضرت ايه؟ حضرت تدريب ايا كان، لا حضر تدريب وتعلم وعلم غيرك وفيد بالعلم ده. ما تنساش انك هتتسال عن العلم ده، ما تنساش انه ايه؟ انت ابن ادم يا جماعه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انقضى عمل ابن ادم الا ايه؟ الا من ثلاث، منهم علم وانتفع به. فانت بقى يا ريت تتعلم تتدرب، انا اتدرب احضر كورسات اخد دورات تدريبيه في مجالي وغير مجالي مجانا وبفلوس، مش بعمل تدريبات لنفسي، مش بعمل يا جماعه دعايه لنفسي ولا حاجه يعني عشان ما حدش يفهمني صح، بس في مراكز تدريب كتير جدا. تمام، يا ريت يا ريت بجد احضر التدريبات مش هتخسر حاجه. يعني ايه؟ دايما ايا كان مكان التدريب حاضر تدريب مش هستفيد وهفيد غيري وهقرر ان انا ايه؟ لا باذن الله انا هحضر التدريب ده، قررت ان انا احضر التدريب ده لازم استفاد، قررت ان انا هدي جزء من حياتي للتدريب ده ساعه. وما تنساش ان الوقت هو الحياه، وقتك هو حياتك، فانت بتدي تدريب. انا قررت ان انا احضر تدريب استفاد، مهما ما يهمنيش مين الشخص اللي قدامي، مين هو؟ طب هيديني هيدي ايه هستفاد منه؟ طالما انا قررت ان انا هحضر له يبقى هستفاد ايه؟ لازم استفاد منه. تاثير الافكار على النتائج. ايه رايكم يا جماعه؟ اسمع راي حضراتكم، تاثير الافكار على النتائج. فكرتك بتاثر فيك؟ اكيد، جزاكم الله خيرا. ازاي بقى؟ يا ريت يا فندم اسمع راي حضراتكم بقى، كل واحد يقول ازاي ممكن تاثر الفكره على النتيجه؟ هقول لحضراتكم. اولا يا جماعه لو انا السؤال حضرتك بالظبط، ازاي ممكن تاثر الافكار على النتائج؟ تاثير الافكار على النتائج ازاي؟ هناخد يا جماعه لو انا بشعر بالرضا والتميز، عندي شعور بالرضا والتميز، ده هيكون ده فكري ان انا حاليا راضي عن نفسي، حاسس ان انا متميز، ان انا متمكن من اللي انا بعمله، ان انا ما قصرتش في اللي انا بعمله، ما قصرتش في التزاماتي. بمعنى ايه؟ اشعر بالرضا عن الماده اللي انا بدرسها. احب المدرس، احب المدرسه، احب التعليم. ارضى عن الفتره المتبقيه على الامتحانات. الترم بس هم ضاغطين الترم، ده هقول لك الترم ارضى. طيب المنهج ضاغطين المنهج، بناخد ثلاث واربع محاضرات في نفس اليوم مش ملاحقين، الدكتور مش في الاخر مش بيهتم بينا، وهيطبق ايه؟ هيطبق ان المنهج خلاص انا اديت لكم المنهج ومش بينزف لنا حاجه، لا ارضى عن الفتره المتبقيه للامتحان. كن صانع مستقبلك، كن على يقين انك ايه؟ تقدر تنفذ، تقدر ايه؟ تنفذ. بمعنى انك لازم تكون راضي عن الاستيقاظ مبكرا، انك تصحى بدري وما تنامش غيرك، ما تنامش لحد، ما تقولش ما حدش بيصحيني، لا اصحى بدري. معلش بجد سؤال وكل واحد فينا جاوب على نفسه، يجاوب يا جماعه السؤال ده،
لو قال لك تصحى الفجر مش بصحى الفجر، ايه السبب؟ بنام متاخر. ليه بتنام متاخر؟ يوم قادر يصحى الفجر، ابدا يومك الفجر. ليه مصحى رعايه المسلم فعلا من تاني الساعه 11 او 12 بالليل بحد اقصى ابدا الفجر؟ شوف معنى. طيب ممكن لو انا عرضت عليك وقلت لك في مفاجاه ولكن على شرط المفاجاه دي انك هتروح رحله لتركيا لمده اسبوع وجايزة 200,000 دولار ولكن شرط انك تصحى الساعة 4 4 الفجر هتعمل ايه؟ هتصحى مش هتنام ولا ان شاء الله لو كنت نايم 3:30 مش متأخر نص ساعة بس هتنام من غير منبه هتصحى من غير اي منبهات او اي حاجة هتصحى السبب ان ما عندي الدافع مش هتقول لا بالعكس هتقول الجيران صحوني وانت من قبل ما اي حد يفكر يصحيك هتصحى لوحدك في دافع جواك في دافع ان انا اصحى في تركيا اسبوع تركيا يعني مفيش كلام 200,000 دولار دولار دلوقتي بحوالي 7 جنيه يعني 200,000 جنيه ما شاء الله طبعا مفيش كلام 1,400,000 يا جماعه 1,400,000 140 ايه طبعا اصحى ان شاء الله اكون نايم 4 ل 10 الساعه 4 اكون صاحي فلا بنقول يا جماعه كن راضي عن الماده اللي انت بتدرسها حب المدرس بتاع الماده حتى لو معقد حتى لو هو مليان كلاكيع حبه وقبل الاخرين كما هم حط نفسك في منطقه الرؤيه بتاعته هو بيعمل كده ليه لو انا مكانه كنت عملت ايه حب المدرسه حب التعليم ابدا عن فتره متبكره للامتحان ترضى انك تصحى بدري ما تلومش غيرك تجبر نفسك انك تنام بدري ده الحل اللي عايز يصحى بدري يا جماعه احب المدرسين يا فندم يا جماعه ما ينفعش ننسى حق المدرس اللي طلع دكتور مين السبب فيه؟ المدرس اللي طلع باشمهندس اللي طلع ايا كان ايه اصل المدرس ما ينفعش ندي حد حقه من باب ما لم يشكر الناس لم يشكر ايه؟ لم يشكر الله هو اي نعم يا استاذ احمد معاك ان في ناس في مدرسين بس احبه تقبل اخرين كلهم عايز تتعلم يا جماعه تصحى بدري حد فينا عايز يصحى بدري ومش عارف اجبر نفسك انك تصحى بدري لمده 3 ايام جزاكم الله خيرا ان انا اجبر نفسي على الاستيقاظ ان انا اصحى بدري لمده 3 ايام 3 ايام لازم اصحى بدري لازم اصحى بدري تحت الارض الساعة 7 هكون صاحي. يا ريت صلاة الفجر يا جماعة، يا ريت ايه صلاة الفجر. أصحى الفجر كم يوم بس الساعة 7 أصحى يعني، الساعة 7 هكون صاحي. أجبر نفسي لمدة 3 أيام أنا أصحى ايه؟ أصحى الساعة 7. دكتور إبراهيم الفكر رحمه الله كان بينام أمتى؟ كان بيصحى يا جماعة 4 الفجر، بيصحى بيصلي الفجر وبيبدأ يوم. من لو أنت صحيت الفجر بدأ، حاليا بيبدأ 5 إلا شوية. لو انت صحيت بالنسبة لمصر طبعا لو حد من بره مصر اكيد في فرق في التوقيت يعني من الساعة 5 للساعة 8 لحد ما الناس بتبتدي تصحى او الساعة 9 في 3 ساعات او 4 ساعات الثلاث او الاربع ساعات دول ايه اللي بيحصل فيهم؟ الثلاث او الاربع ساعات دول يوم كامل انت ممكن تعمل والناس لسه هتكون بتفكر تصحى وتبدا يوم انت بنت بيوم كامل نفس يوم كامل جابر يوم كامل هتعمل في 3 4 ساعات ما فيش مؤثرات هتأثر عليك، ما فيش دوشة، ما فيش زحمة، ما فيش أطفال، ما فيش أي مكان. أريد عن زملاء الدراسة. أكون راضي عن الناس اللي معايا في المدرسة، أصحابي، زملائي. ما أعملش أي حاجة، أي سلوك مش كويس معاهم. ليه؟ هيكون بكرة وبعد بكرة هيكون ذكرى. إن أنا كنت أقابله، أقول يا أحلى الأيام دي كانت جميلة. دايما نقول افضل ايام يا جماعه ايام الدراسه افضل ايام ايام الدراسه كده دايما نقول كانت ايام جميله يا ريت ما نعيش الايام دي تاني دلوقتي فلا يا ريت دايما نسيب بصمه في حياه كل شخص تقابله سيب بصمه في حياه ايه كل فرد تقابله طب لو انا شعرت وصلت للحاله دي يا جماعه الشعور برد التميز ايه اللي هيحصل؟ المذاكره والجد والاجتهاد لو انا متميز وحابب الماده بتاعتي وحابب المدرسه وحابب التعليم وحابب وراضي وكده هيحصل مذاكره بجد واجتهاد
تفوق ده هيؤدي ليه؟ انا ذكرت الجد واجتهد هيؤدي ليه يا جماعه؟ ان انا اكون انسان متفوق، ان انا هكون انسان متفوق، هحدد اهدافي، هحدد اللي انا عايزه، عندي الدافع، عندي الحماس، عندي حب الماده التعليميه بتاعتي، حب المدرسه، حب المدرسين، حب اصحابي، في روابط كويسه بيني وبينهم تساعد ان انا ودي عندي ويكون عندي دافع ان انا احب احب المدرسه، احب اصحابي، احب المدرسين، احب التعليم. طب لو حل العكس بقى يا جماعه، لو الشعور باحباط وعدم الثقه، ايه اللي بيحصل؟ تكون فاقد الثقة في نفسك، فاقد الثقة في نفسك انك هتكون قادر انك تنجح، فاقد الثقة في مقدرتك على النجاح، ما عنديش المقدرة ان انا انجح، مش هقدر اكون ناجح. طب ده بيؤدي ليه يا جماعة؟ بيؤدي للكسل طبعا، تبقى انسان كسلان، انا مش فاقد الثقة، مش هقدر انجح، المواد اللي معايا صعبة، المواد اللي معايا كتير، مش عارف ايه، الدكتور هيتعبني اخر سنة، هيجيب الامتحان صعب، هيجيب كده، سيب ده، ده مش مهمتنا، وده الامتحان هيجي ايه، او ده كله، ده مش هو المهمة بتاعتي، المهمة بتاعتي ان انا اذاكر، ما اقولش بقى ايه، انا مش هقدر انجح، حتى لو ذاكرت ان انا فاهم بتذاكر بتسقط وكده، ماليش دخل بالناس اللي بتذاكر بتسقط، وفي ناس بتذاكر بتطلع الاول، بتطلع الاول على الدفعة، بتطلع الاول على الثانوية العامة، كل الناس دي كون ايه؟ كون من الناس دي. خلي دايما هدفك القمر، فان لم تصب القمر فستصبح بجانب النجوم، لو ما وصلتش للقمر هتفضل وصلت لمكان النجوم، بين النجوم هتكون بين النجوم. فدايما اهم هدف القمر اعلى شيء، اصل وصل الى اصل ما فيش المعنى ايه؟ اطلبوا ايه؟ اطلبوا الفردوس الاعلى. السبب اطلب اعلى حاجه من ربنا سبحانه وتعالى حتى وان قلت، بعد ذلك يكون شيء بسيط، ما يكونش ايه؟ عايز انجح، طيب يا اخي بسم الله ما شاء الله نجحت؟ لا لا طموحك كان طموحك، لا هدفي يا ريت انجح، يا ريت انجح، انا عايز انجح، لا بس ننجح، بس الدكتور يعدينا في الماده دي وتعدي، لا مش كده. ما ينفعش تكون فاقد الثقه في انك قادر انك تنجح، لا كن على يقين ان انا باذن الله قادر ان انا انجح وهنجح باذن الله. لو انا شعرت بالاحباط وعدم الثقه ده بيؤدي ليه؟ الكسل والطرح عن المذاكره، انا مش هنجح فهذاكر هاتب نفسي ليه؟ كده كده مش ناجح، كده كده مش نافع، خلاص اروح نفسي بقى اروح العب كوره، اروح قدام تلفزيون، اروح كذا. ما ينفعش يا جماعه، انت لم تخلق لهذا، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش دي رسالتك في الحياه، ما خلقتش ان رسالتك في الحياه تبقى كسل، عدم ثقه، شعور بالاحباط. قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انت ليه بتتكاسل؟ ليه بتفقد الثقة في ربنا سبحانه وتعالى في نفسك؟ كن على يقين انك تقدر تؤمن، انك انسان ناجح، عندك المقدرة ان انا اكون ناجح، عندي المقدرة ان انا احقق اهدافي وطموحاتي واحقق اللي بيحلم بيه اهلي ان انا احققه. لو انا وصلت لشعور بالاحباط وعدم الثقة، هيؤدي ان انا كسل، مفيش مذاكرة، يعني هذاكر مش هذاكر مش هتفرق كتير. لا ده طبعا هيؤدي ليه؟ هيؤدي بالتالي يا جماعه للاسف الشديد الفشل، مع اعتراضنا الكبير على كلمه الفشل. لا ثق في نفسك انك قادر على النجاح، ثق انك قادر على انك تنجح. ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين الناس جميعا في اكثر من شيء، الوقت، الروح، الحياة، الأعضاء. أغلب الناس يا جماعة، أغلب الناس ربنا سبحانه وتعالى ساوى بينهم. معاك وقت زي أي حد، معاك عينين، معاك حواس زي أي حد، فمعاك حاجات كتير زي أي حد. فاللي نجح هو نجح ليه؟ هو نجح لدرجة ممكن تنجح، ممكن ما تقولش مستحيل، ما تقولش صعب، طالما في شخص عمل الامر ده فهذا ممكن انك تعمل كده واعمل كده وهتنجح، بس يكون عندك الدافع انك تعمل كده وهتنجح. حاجه ثانيه، لو ما حدش عمل الامر ده قبلك فبالعكس كن سعيد انك هتكون اول واحد تعمل ده، بصمه هتكون اول بصمه تتحط هتكون انت. بعدين انت هيعمل اللي يفكر يعمل الامر ده، انت هتكون الرائد بالنسبه له، انت بالنسبه له قمر.
الحوارات ما مرضاش يمثل بمعيار ان انا اكون ايه؟ انا اكون قمر. دايما مكاني عالي، دايما ايه؟ مكاني عالي. طب ايه تاني؟ يا ريت يا ريت نحافظ على ايه؟ تحافظ على صحتك. حافظ على صحتك. بمعنى هناخد ان شاء الله اغذيه تقوي الذاكره وتساعد على التفوق والتركيز. ايه اللي شايفين الصوره هنا يا جماعه؟ يا ريت حد يشرح لنا الصوره. الناس اللي معانا قلنا شايف ايه في الصوره دي؟ جزاكم الله خيرا. هنلاحظ هنا يا جماعه الناحيه دي ناحيه اليمين الاكل اللي ايه؟ التيك اواي. وللاسف حياتنا كلها بقت ايه؟ تيك اواي. جزاكم الله خيرا. وهنا ايه؟ تفاحه، بس مش تفاحه نيوتن يا جماعه، عشان ايه؟ الراجل ده بسم الله ما شاء الله من وقت ما وضعت التفاحه كان لازم يعني نشوفها ايه؟ ده طبعا الاكل التيك اواي يا جماعه، اكيد بسم الله ما شاء الله حياتنا كلها بقت تيك اواي. احنا بقينا تيك اواي دلوقتي مش الاكل بس. هلاحظ باذن الله ان انا احافظ على صحتي. ازاي احافظ على صحتي يا جماعه؟ الجوع بيؤدي الى عدم التركيز، وبالتالي انك تفقد. لو انت جعان، حد جعان يا جماعه؟ الحمد لله انا مش جعان. لو انت جعان الجوع بيؤدي لعدم التركيز، وعدم التركيز ده بيؤدي ليه؟ جزاكم الله خيرا جماعه على دقائق الكلام كله صح. ان انا بفقد القدره على الاستيعاب. عدم التركيز يا جماعه بيؤدي ان انا بفقد القدره على الاستيعاب. اتعامل مع الامر ده ازاي؟ هناخد ان شاء الله. لازم تحافظ على صحتك. زي ما قلنا لحضراتكم الجوع يؤدي لعدم التركيز. هتكون جعان مفيش تركيز، طيب بالتالي هيأثر على الاستيعاب، مفيش استيعاب. طيب زي ما قلنا من شويه الاكل زاد بيؤدي للتخنه يا جماعه، التخنه دي بتعمل ايه؟ الاسراف في الاكل. هنا نقص الاكسجين في المخ. وقلنا ان الدماغ بتحتاج 150 جرام سكر علشان يشتغل بشكل طبيعي، العمل بتاعه يكون ايه؟ بشكل طبيعي. وكلنا بنبدا ساعات العمل دي. لو انا ببدا ساعات العمل بتاعتي دي كل ما اشتغلت اكتر كل ما بشتغل كمية سكر في الدم بتقل، كمية سكر في الدم بتقل. عشان كده بنلاحظ ان يا جماعة مجهوداتك بتبدا يومك الساعة 8 الصبح على الساعة 12 او الساعة 2 بعد الظهر، بتحس ان ايه؟ تحول في الطاقة بتاعتك، ارهاق، تبتدي تحس بالارهاق في الارهاق. انك بتكون راجع من البيت تعبان جدا مش عارف اعمل ايه، في مش حاسس ان في نشاط ممكن اعمله، ليه؟ لان انا مرهق. وده شيء طبيعي يعني من 8 ل 12 او من 8 ل 2 حوالي 6 ساعات شيء مرهق، بيكون مرهق. عايز الامر ده ازاي يا جماعه؟ عايز الامر ده تناول الشراب اللي هو ايه؟ مع السكر او العصائر اللي فيها نسبة سكر عالية. الحلويات كل الامور دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا الذاكرة تجدد نشاطها، بيتم تجديد نشاط الذاكرة، بيتم التعامل مع الذاكرة كايه؟ امدادها بطاقة، امدادها بشيء جديد، امدادها بكمية نشاط، بجرعة نشاط. طبعا اللي هي يا ريت يا ريت يا جماعة نبعد عن اللي هو الساقع والكلام ده اللي هو البيبسي هات، ده حاجات دي مش كويسه. دي ايه؟ مش كويسه. في بدائل ليها، العصائر اللي هو هتكون ممكن طبيعيه او كذا، دي هيكون افضل. هيكون ايه؟ هيكون افضل من ساقع لان في اكثر من عارض جانبي يعني. واكيد اللي كلنا نعرفه اللي هو خاص بيه حشيشه العظام. الاكل يا جماعه اللي بيساعد ده
الاكل بيساعدني ايه في الذاكره. اسمع على حضراتكم، الاكل بيساعد في الذاكره، اللوز والزبيب وعين الجمر، الشوكولاته، الشوكولاته يا جماعه، ولكن ايه الشوكولاته البني، بني داكن، بني ايه بني داكن، الشوكولاته اللي هي الخام دي منبه جدا جدا، وفي نفس الوقت بتدينا كميه طاقه عاليه جدا، كميه الطاقه اللي بتدهان بتكون عاليه جدا. علشان كده يا ريت يا ريت ما تكترش، ما تاخدش كميه كبيره او نسبه كبيره منها اثناء ايه اثناء المذاكره، يعني بتدينا طاقه وحراريه، سعرات حراريه عاليه، من الوجود على المكتب وانا متواجد على المكتب اثناء المذاكره لا في طاقه، عايز اتحرك عايز اتحرك. وذاك الامر ده ايه بيساعد جدا في الذاكره. وجبه الافطار يا جماعه من اهم الوجبات اللي انا لازم اخدها، وجبة الإفطار لازم وجبة الإفطار بتاعتي تكون صحية، بمعنى إيه؟ إن أنا واحد تكون متكاملة، تكون فيها حاجات مفيدة متنوعة طبعا، وتكون الأكل اللي هو إيه يا جماعة ما بيتعبش زي بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش داعي طالما إفطار عندنا الشعب المصري يبقى معروف الأكلة الشهيرة، يعني أكلة الشعب المصري إفطار الفول. وجبة الإفطار يا جماعة دي أهم وجبة، إحنا قلنا قبل كده إن أهم وجبة أنا بحصل عليها هي وجبة الإفطار، لازم أهتم بيها جدا، لازم يكون صحي، ومنها الوجبة الأساسية عندي. هي الوجبة الأساسية عندي، وجبة الأساسية تكون الإفطار، ما تكونش الغداء، وما يكونش الإفطار الساعة 12 الظهر. ده ايه ده افطار ولا خلاص وقت الغداء ده؟ وجبة الافطار الساعة 7 الصبح، الساعة 8 بحب اقصى اكون حصلت على وجبة الافطار بتاعتي. العسل الابيض يا جماعة عسل النحل مفيد جدا جدا، يا ريت لو على الصبح بس كل صبح كده لما بنقول معلقة صغيرة قبل الافطار، قبل ما اكل اي شيء او اشرب اي شيء معلقة صغيرة مفيدة جدا جدا للذاكرة للصحة. الخضروات الطازجة، الخضروات اللي أنا كويسة، بلاش الخضروات للأسف طبعا ابتدت تنتشر عندنا اللي هي المبيدات واللي هي المعدل الزمنية من الكلام ده، الخضروات الطازجة دي مش جاية من الثلاجات مش جاية من كذا، دي طازة الخضار. أعشاب الجينسنج، أعشاب الجينسنج ده يا جماعة عشب، وأحيانا في شيء اسمه شاي الجينسنج بيستخدم إيه؟ بيستخدم للتخسيس. الأمر ده صحي بيساعد في عمليات الهضم وأكثر من شيء. الأفوكادو دي فاكهة شبه إيه؟ شبه الكنيسرة كده الكيلو. أخيرا الأسماك، الأسماك مثال يا جماعة لا داعي إن حد يتكلم عن الأسماك، بتفيد ضعف الذاكرة بيعالج الأسماك طبعا بجانب اذا كان الكالسيوم او اي ما في دائما اي حد يتكلم من الاسماك كلنا عارفين ان الاسماك مدى توافرها ومدى افادتها للجميع. الاسماك بتاعها طلعت لو جسد طيب لو معانا يا جماعه ازاي عارف صحتي؟ في ناس احيانا بتشتكي من موضوع ايه؟ بتشتكي من موضوع الزهايمر صح ولا لا؟ لك انا بنسى كتير مش عارف ايه كده. صفار البيض يا جماعة بيعالج مرض الزهايمر، صفار البيض بيستخدم في علاج مرض الزهايمر. هناخد كام يا جماعة طرق المذاكرة، طرق ايه؟ المذاكرة، بس قبل ما نبدأ في طرق المذاكرة إن شاء الله أسمع من حضراتكم يا ريت كده آراء عن طرق المذاكرة اللي بتستخدموها. معانا تلات دقايق كل واحد يكتب الطريقة اللي هو بيذاكر بيها. جزاكم الله خيرا يا أستاذ سامي. طب هناخد يا جماعة طرق المذاكرة، طرق ايه؟ المذاكرة. مين بيذاكر يا جماعة ويكون في دوشة جنبه أو يكون في زحمة؟ مين بيذاكر بالطريقة دي؟ تمام جزاكم الله خيرا، صح كده. هناخد يا جماعة طرق المذاكرة بإذن الله أكثر من طريقة، هناخد الطريقة الكلية، الطريقة الجزئية، والمذاكرة بطريقة مربر. هنبدأ إن شاء الله
الطريقة الكلية، المذاكرة بالطريقة الكلية. بمعنى الطريقة الكلية يا جماعة قراءة الدرس كامل، إن أنا بقرأ الدرس بتاعي كامل، بداية ببدأ إن أنا بقرأ الدرس كامل ثم الفهم. يعني بداية إن أنا بستخدم الطريقة الكلية إن أنا بقرأ الموضوع كامل عندي، الطريقة الكلية والطريقة الجزئية، بقرأ الموضوع كامل أو الكتاب كامل أيا كان على حسب، أو الفصل زي إن أنا محدد إن أنا هذاكر، أو محدد إن أنا هذاكر درس واحد يبقى هذاكر درس واحد، لا أكتر من درس هذاكر إيه؟ هذاكر أكتر من درس. اللي أنا بكون محدده للمذاكرة، الكمية اللي أنا بكون إيه؟ جزاكم الله خيرا. الطريقة الكلية قراءة الدرس كامل. الطريقة الجزئية بقى يا جماعة إن أنا بعد قراءة الدرس كامل ببدأ إن أنا بقرأ الدرس كامل الفين جزئيات، ببتدي أفهم جزئية جزئية. الطريقة الكلية إن أنا باخد فكرة عامة عن الموضوع، بيتكلم عن إيه؟ الأفكار الرئيسية بتاعته، المحور الأساسي عندي اللي هو إيه؟ فهيكون في الموضوع. جزاكم الله خيرا. بعدين ببتدي بقى أنقل لمكان تاني اللي هو الفهم جزئيات، ببدأ أفهم فقرة فقرة جزء جزء بالترتيب. بمجرد ما بخلص الدرس كامل يا جماعة بطلع على الدرس كامل، بحضر زي ما قلنا بيكون إن أنا بشوف إيه عن الموضوع، بيتكلم عن إيه، أهدافه إيه، الأجزاء الأساسية إيه، بعدين ببتدي أفهم الجزئيات، الجزئيات المرغوبة إيه في الدرس، الفقرات الرئيسية بتتكلم عن إيه، ببتدي أفصل بقى، أدخل جوه الدرس وأبتدي أتصفح الأوراق، أبتدي أفصل بالترتيب. طيب إيه تاني؟ طريقة اسمها التسمية. يعني إيه التسمية؟ إن أنا اللي أنا ذاكرته بقوم بتسميعه، بذاكر إيه؟ جزء معين، خلاص خلصت المذاكرة بتاعته، ببتدي أسمع. طيب عندي التسميع يا جماعة، عندي التسميع يا ريت يا ريت، لأن أنا بكون بطبق الطريقة دي، أنا بذاكر أجزاء وبسمع، بذاكر أجزاء وبسمع. أتعلم إزاي؟ إن أنا بسمع ممكن أستعين بحد تاني، ممكن أستعين بحد تاني يساعدني في التسميع. ولكن في حاجة لازم أراجعها، سواء هستعين بحد أو لا، إني أنا ما ينفعش أنبه الأشخاص. لحظة واحدة يا جماعة، السلايد يتغير حضرتك. بمعنى التسميع يا جماعة إن أنا ما أخليش أو ما أسمحش للي بيساعدني في التسميع ده بإيه؟ ان يعيني او يقدم لي المساعده اثناء التسميع. بمعنى ان انا وانا بقرا فجاه ايه في نقطه معينه وقفت فيها، فيجي بقى في النقطه دي هو هيكمل لي، او انا هبص بقى في الكتاب. لا ما ينفعش الكلام ده. السبب انه ما ينفعش، على سبيل المثال يا جماعه، لو انا حضراتكم تعريف اسمه من قاموس الزرقاء، يقول لك المكتبة بيت كبير يعيش فيه. فأنا بدأ أثناء تسمع يعيش فيه يعيش فيه يعيش فيه يعيش فيه إيه، فواحد أو أنا اعترافي إيدي بشوف بقى يعيش فيه الموتى مع الأحياء. الظريف في الأمر ده لو أنت أثناء تستخدم درجة التسميع دايما، وانك بتخلي حد لما ممكن يساعدك، ممكن بسهولة حد يساعدك، ممكن بمنتهى البساطة تشوف انا اشوف ايه اللي ناقص عندي هكمل. اللي بيحصل هنا بقى لو انت تعودت على ده في لجنة الامتحان تبقى موجود طبعا تسميع، وانت بتسمع من فترة اثناء التسميع في الامر ده، وانت بتذاكر وانت بتراجع ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت وقفت في دي، فانت مستني بقى تموت في ايه في ايه يعيش في ايه يعيش في ايه مش فاكر. طب السبب
مستني بقى هنا ايه؟ مستني حد يكمل لك. طبعا انا ما شاء الله بستخدم حاسه السمع عندي، ببص اللي حواليا يلا بقى عايزين في موت في ايه يا جماعه، حد يفكر، حد مستني بقى المعلومه تجي لك من حد تاني. انك تعودت على كده، انك تعودت المعلومه تجي لك، فانت مستني يعني تستقبل المعلومه من مصدر خارجي. لا، اتعود ان المعلومه تكون عندك انت، وانت بتسمع ما تخليش حد يساعدك، ما ترفعش ايدك وتقول هراجع ايه، هتاكد من الكلام اللي بقول. لا، خلص وبعدين نشوف، خلص اتاكد من الكلام ده صح ولا لا، بس من نص الكلام ما تخليش حد يساعدك، ما تخليش ايه حد يساعدك، لان في الامتحان ما ينفعش يساعدك، ما ينفعش حد يساعدك طبعا، ما عشان انا في الاسئله. ايه تاني يا جماعه؟ طريقة، ايه رايكم؟ التعلم النظري على فترات، اربط يا جماعة، استخدم عملية الربط هنا، بمعنى ايه؟ جزاكم الله خيرا. الوقت بتاعي يا جماعة احدده، اوزع الوقت بتاعي، بس قبل ما اخد ازاي اوزع الوقت ده، هاخد مع حضراتكم الربط. لازم انا بذاكر يا جماعه خصوصا في عمليه التسميه دي، علشان ما تبقاش صعب عليا، ما تبقاش صعب عليا ان انا احفظ الحفظ ما هو سهل، ذكر او كذا خطب بك انا ايه مثال، تصدر 2 مليار، يعني تصدر مصر 2 مليار تبعت اي شيء للصين، ده حلم يا جماعه، احنا بنحلم ان شاء الله هنعمل كده قريب، يعني هنصدر للصين كده. احنا بقى تصدر، اعمل عمليه الربط دي ازاي؟ ربط المعلومات مع بعض هيكون ازاي؟ تصدر يبقى ايه؟ ايه صدر اربعه، تصدر كام؟ 2 مليار، يبقى افتكر هنا تصدر اربع حروف، يبقى هعمل اختصار اربعه لاثنين، يبقى هي تصدر كانت 2 مليار. بعد ربط يا جماعه، على سبيل المثال تاني، السعوديه بتصدر بمقدار 7 مليون برميل بترول في السنه. دي معلومات مش صحيحه طبعا، يعني مش هي معلومات بتتقال كده يا جماعه، اي معلومات بتتقال يعني. هلا 7 كم حرف؟ سين ب عين مربوطة، سبعة وسبعة برضه بدأ، سبعة وسبعة، تلاقي عملية ربط، عملية بستخدم عمليات الربط، علشان الأمر ده بيسهل عليا يا جماعة، بيسهل عليا إيه؟ التعامل، بيسهل عليا إن أنا أتعامل، إن أنا أحفظ، إن أنا أفتكر المثال، دايماً أفتكر بالمثال، أنا ربطت الأمر ده. طيب بالنسبة لدرجة التعلم الموزع على فترات، يبدأ يا جماعة انخفاض التركيز بيبدأ عند كل واحد فينا، التركيز يقل من بعد 45 ل 90 دقيقة، من 45 ل 90 دقيقة، يعني من ساعة إلا ربع لساعة ونص. إيه الحل أو أتعامل إزاي هنا؟ لقيت وأنا بذاكر يتم يا جماعة تقسيم المذاكرة، بيتم تقسيم ايه؟ تقسيم المذاكرة أوجه معينة. هنقسمها ازاي؟ انا رسم رسم كروكي اعذروني يعني المتاح. خلاص يا جماعة هنجيب درجة الفهم والمذاكرة، درجة الفهم والمذاكرة، نشاطي وتركيزي بيبدأ لما بيبدأ معايا، بيبدأ كده، يبدأ هنا يبتدي يلا يلا يلا، وصل أقصى شيء ليه؟ أقصى إيه؟ أقصى شيء، هيبتدي بعدين ينزل لحد إيه؟ ممكن هيوصل في الأغلب بنسبة لحد 10%. هلاحظ هنا في مشكلة معايا، إن أنت لما وقفت هنا بأقصى التركيز، دي من 45 ل 90 دقيقة، وصلت أقصى شيء التركيز، بيبتدي بعد 45 ل 90 دقيقة بيبتدي إيه؟ بيبتدي التركيز ينخفض، معدل تركيزك واستيعابك بيبتدي يقل. تعالى هنا لو أخدت راحة
لو اخدت راحة هنا، الراحة في الموضوع ده هنا في الوقت ده بتساعدني ان انا ارجع التركيز بتاعي بحيث انه يستمر، ارجع التركيز بتاعي بحيث انه يستمر، بدل ما هو هنا ابتدى ينزل، لا هيبتدي هعمل هاخد فترة راحة، هعمل ريفرش لنفسي والامكانيات بحيث ان انا اتعامل مع الامر ايه؟ اتعامل مع الامر من جديد. فبدل ما هو ابتدى ينزل هنا بدا ينزل معدل التركيز عندي، لا هيكون كده هيبتدي ايه؟ يكمل تاني مش هينزل، هيبتدي تاني هاخد راحه تاني هنا، راحه يعني راحه، معلش يا جماعه في الخط طبعا، هيبتدي احافظ تاني على ايه؟ بدل ما هو فاضل بينزل زي ما احنا شايفين هنا، لا هيكون كده تبديد زي ما ايه؟ زي ما هو ده في الراحه، الراحه اللي انا ايه؟ اللي انا باخدها. عشان كده يكون درجه التركيز اللي انا عم اتذكر ليشي جزاكم الله خيرا بالظبط كده. ما تذاكرش وبعد المذاكره ما تقولنيش ايه؟ ثلاث ساعات بتذاكر، ما تاخدش ثلاث ساعات وانت بتذاكر، اربع ساعات وانت بتذاكر متواصلين، لا تركيزك استيعابك معدل استيعابك يقل. فاتعلم ازاي كده؟ اتعلم زي ما قلنا كل 45 دقيقة هاخد من 5 إلى 15 دقيقة راحة، من 5 دقائق إلى 15 دقيقة راحة، المتوسط يعني 10 دقائق جزاكم الله خيرا وسلم، بعد كل 45 دقيقة أو ساعة آخد 10 دقائق إيه؟ آخد 10 دقائق راحة، بسترجع نشاطي، و10 دقائق دي ممكن أستخدمهم في أعمل تمرين بس ما بروحش ال 10 دقايق يا جماعة، أو ما استخدمش ال 10 دقايق أو الراحة فترة الراحة بتاعتي دي في إيه؟ إن أنا أعمل نشاط. النشاط ده يكون إزاي؟ مجهد، أنا ما أروحش ألعب كورة، ما أروحش صالة جيم، ما ألعبش ضربة وكذا، لا أستمر في شيء ما يرهقنيش، شيء إيه؟ ما يرهقنيش. تاني يا جماعة ان اثناء ما انا بتعامل مع الوقت بالظبط مؤخرا بالظبط كده يا استاذ، ولكن يا ريت ما يكونش الوجبه وجبه دسمه، يعني وجبه خفيفه، وجبه مفيده وخفيفه، ما تكونش مفيده ايه دسمه، يا ريت تكون وجبه خفيفه، ويا ريت يعني بلاش الوجبات لان ممكن يكون حد معانا كده لسه ما اكلش او كده فمحتاج ياكل، يعني بلاش موضوع الاجابات ده. جزاكم الله خير. فاكر العصير زي ما قلنا اللي هو الحاجات يا جماعه اللي فيها نسبه سكر ايه؟ نسبه سكر عاليه، فواكه، عصير، الكعك، الحلويات، ولكن ايه؟ فاكر العصير براحتك، اعمل اللي انت عايزه. اشرب ان شاء الله 2 لتر مره واحده، مفيش اي مشكله. ولكن الاكل لا، يا ريت يكون خفيف، يا ريت يكون ايه؟ يكون خفيف. ما تقولش طب انا خفيف، هشوف الثلاجه فيها ايه، هحط المطبخ هشوف الثلاجه كده وبس يا دوب ايه، مش هاكل كتير ولكن هدوب الاصناف اللي موجوده معايا، هذا مش اي مشكله خالص، هو كده كده مش اي حاجه. المذاكره يا جماعه بطريقه مردر، المذاكره بطريقه ايه؟ مردر. ده نظام مذاكره يا جماعه صاحبه توماس هويز، هو اللي اوجد طريقة المذاكرة دي. هناخد ان شاء الله مع حضراتكم، والمفروض في الفيديو كنت عايز حضراتكم تسمعوه يعني، لكن للأسف انا حتى الآن ما اترفعش على الجروب، هناخد ان شاء الله بإذن الله لحد ما يتم رفع ايه؟ رفع الفيديو. والله هو ان شاء الله حضرتك بإذن الله بعد الانتهاء هيتم، هنلاقيه موجود يعني، هنلاقي الفيديو موجود. ان شاء الله هناخد على جروب الكورس يا جماعه، ده جروب الكورس ان شاء الله هنلاقي عليه الفيديو. لا شيء غير الخرائط الذهنيه بالظبط. ادي الدعم الفني جزاهم الله خيرا، كتبنا ده الجروب يا جماعه، الجروب ان شاء الله هيكون موجود عليه بعد التدريب ان شاء الله، هيكون متواجد عليه الفيديو. المذاكره بطريقه مردر، مرضى يا جماعه هنقسمها زي ما هو واضح قدامنا كده،
M U R D E R. M يعني need, U understand, R recall, D biggest, E expand, R review. M يا جماعة يعني need, لحد ما السلايد يشتغل. Need يعني المزاج. يعني ايه المزاج؟ المزاج اثناء المذاكرة. مزاجك ايه؟ درجة الحرارة عندك في المكان اللي تذاكر فيه، التهوية، الإضاءة، المكان مرتب ولا لا، درجة الحرارة يعني اذا كانت برودة ولا لا، الحرارة مرتفعة ولا ايه بالظبط. لو الدنيا يا جماعة يا ريت التهوية لازم يكون في مكان كويس في التهوية. بمعنى ايه؟ ان انا وانا بتعامل احافظ في ذات مؤخرا في الجو المناسب، ان وانا بذاكر لازم يكون معايا ايه؟ الغرفة اللي انا بذاكر فيها او المكان اللي انا بذاكر فيه يكون فيه مصدر حرارة متجدد. افتح البلكونة شوية، افتح الشباك بتاع الغرفة بتاعتي، كل اضاءة طبعا يا فندم الاضاءة تكون جيدة، الحرارة طب لو في ناس بتقلب لو بالليل الجو بيكون برد شوية او الجو بيكون ساقع، لا لو كده ما يهمنيش، لازم يكون يا ريت يكون في مكان في الشباك او مكان في البلكونة مفتوح ان شاء الله لو صغير، وبعدين انا اكمل، وبعدين ايه انا اكمل. بس لبس الجيل، بس لبس الجيل الامر ده هيتم التمويل فيه. هتعمل هسيب مكان في البلكونة او في الشباك بتاع الغرفة بتاعتي مفتوح ان شاء الله جو صغير ويدخل لي هوا، الجو سجع الجو برد، البس لبس كبير، البس هدوم كتير. الاضاءة يا جماعة لازم تكون اضاءة كويسة، لازم تكون الاضاءة مناسبة واضاءة كويسة. في ناس بتقول لك لا انا ما بعرفش اذاكر غير ايه؟ غير على اباجورة بس او لمبة مكتب صغيرة بس اللي بذاكر عليها. هل ده في ناس بتعمل كده؟ ده يا فندم تسأل الدكتور، تسأل الدكتور من ناحية صحية، هل الأمر ده صحي ولا لا؟ لو أنت بتذاكر بالدرجة دي وشايف إن الدرجة دي كويسة أنا ما عنديش أي مشكلة، ولكن هل الأمر ده صحيا سليم أو كويس؟ لو كويس ما فيش أي مشكلة، أنا راجع دكتور في الأمر ده، ما عنديش إيه؟ ما عنديش أي مشكلة. الترتيب يا ريت يا جماعة انت قاعد على المكتب بتاعك علشان تذاكر مادة واحدة، يبقى المادة هي بس اللي تكون موجودة على المكتب، المادة بس تكون موجودة على المكتب، ما يكونش المواد كلهم بقى ايه بسم الله ما شاء الله، علشان تجمع المادة اللي انت هتذاكرها بقى نازل تنقيب وهتعوز بقى في عالم البحار عارفين ايه ما شاء الله، واستخرج بقى المواد بتاعتي وكده، بس هستخرج بقر ان شاء الله. ثانيا الاوضه يا جماعه، الغرفه اللي انا بذاكر فيها، المكان اللي انا بذاكر فيه يكون ايه؟ ترتيب مرتب منسق، بمعنى اصح يكون مكان كده هادي يساعد انك تذاكر، المكان يساعد انك ايه؟ انك تذاكر. ما يكونش المكان اللي انا متواجد فيه ما شاء الله زي الفل بقى اللي انا هعمله فيه، يكون بقى هبط المكتب بتاع المذاكره عليه نجوم، عليه كوبايات بقى، والدولاب مفتوح، الدولاب كلها مفتوحه ما شاء الله، ممكن الاقي كتاب تحت السرير، ممكن الاقي بقى كتاب فوق الدولاب، هبتدي بقى عمليه البحث عن مفقود، واخد ساعتين علشان هرتب ترابيزه المذاكره بتاعتي او المكتب اللي انا هذاكر عليه. اندرستاند اللي بيقول لنا يا جماعه ان هو نيد المزاج. جزاكم الله خيرا يا استاذ سامع، بالظبط كده تكون جميع ادوات تكون موجوده معايا، جميع ادوات ايه تكون موجوده معايا. مش بغير تكون ادواتي كلها كل حاجه مع اصحابي، وقت ما انا اجي اذاكر ببقى افتكر والله واحد صاحبي اخذ مني المسطره، واحد صاحبي اخذ مني كذا، ده كان فين؟ ثاني حاجه يا جماعه يو اندرستاند يعني فهم، بمعنى ان انا افهم
اللي انا بذاكره، اللي انا بقراه افهم ايه هو، ما بقراش كده اسم بقرا. انت بتذاكر يعني تفهم، بتذاكر يعني افهم. احط سطور، وضع سطور تحت الكلمات اللي ايه، الكلمات اللي انا بذاكرها احط تحتها خط، الكلمات الغير مفهومه، الكلمات الصعبه احط تحتها خط. هو تقريبا السلايد ما اتغيرش يعني. يا جماعه اندرستاند فهم وادراك، افهم اللي انا بعمله ايه. السلايد تاني، فهم وادراك وضع خطوط تحت الكلمات الصعبه، ما الكلمات صعبه ما فهمتهاش او غير مفهومه اخد خط ايه؟ اخد خط تحت الكلمات دي. بعدين ايه تاني؟ ار يعني ريكول، ريكول استرجاع، بسترجع بسترجع اراجع اللي انا ذاكرته، اراجع اللي انا ذاكرته بس باسلوبي انا مش باسلوب الكتاب. عن طريق التسمية ما فيش اي مشاكل، عن طريق التسمية او عن طريق الكتابة مرة اخرى، ولكن اراجع باسلوبي انا، انا فهمت ايه، كلماتي انا، صياغتي للموضوع انا كانت ازاي، انا لخصت الموضوع او المحاضرة دي ازاي. تمام؟ ازاي يتم هذا المراجعة يا جماعة؟ للأسف في تأخير معانا هنا، موضوع السلايد يعني متأخر، لحظة معلش. ريكول يا جماعة أقوم بمراجعة ما ذكرته بس بأسلوبي، كلماتي أنا، صياغتي أنا الموضوع، طريقة عرض الموضوع أنا اللي بختارها. بعدين ديجست، ديجست يعني استيعاب، ديجست ايه؟ اصطلاحا معنى استيعاب، اما ديجست اصلا معنى هضم، ولكن هنا احنا نستخدمها استيعاب، ديجست ديجست استيعاب. ازاي؟ يعني انا هنا يا جماعه الاول قمت جهزت نفسي، تهيئة النفسية، المكان، درجة الحرارة، التهوية، الإضاءة، الترتيب، بعدين فهمت، أخذت خطوط، كلمات صعبة، بعدين أمر ريكول استرجاع، قمت بمراجعة اللي أنا ذاكرته بأسلوبي، كلماتي أنا، صياغتي للموضوع، ملخص الموضوع أنا كتبته إزاي، الخريطة الذهنية اللي أنا عملتها للموضوع كانت إيه شكلها. المرحلة الرابعة استيعاب، إيه الفرق بين استيعاب واسترجاع؟ أو إيه الفرق بين فهم واستيعاب؟ فهم يا جماعة إن أنا أدركت خلاص، فهم أدركت ماذا قرأت، وفي وضحت خطوط تحت الكلمات الغير مفهومة أو الكلمات الصعبة. استيعاب لا، استيعاب إن أنا استوعبت الأمر كاملا بدون يعني في كلمات غير مفهومة أو كلمات صعبة، لا أنا هستعين بمصدر أو مراجع خارجية علشان يتم الاستيعاب. يبقى مرحلة الاستيعاب تأتي بعد مرحلة ايه؟ مرحلة الفهم. مرحلة ايه؟ مرحلة الاستيعاب تأتي بعد مرحلة الفهم. يبقى understand الفهم الأول، وبعدين بيجي recall الاسترجاع، بعدين بيجي biggest استيعاب. زي ما قلنا هنا يا جماعه علشان اساعد نفسي في موضوع الاستيعاب ممكن استعين بمصادر او مراجع خارجيه. ما شاء الله زي ما قلت يا استاذ سامي حضرتك فواكه موجوده معنا مفيش اي مشكله، ايه الادوات؟ اللي جيت سؤال بعدين لحضراتكم، يعني لو انا جيت مؤلف للكتاب ماذا ستنتقد في الكتاب؟ لو انت جيت مؤلف الكتاب اللي انت بتذاكره هتنتقد ايه في الكتاب؟ هتوجه له ايه في الكتاب؟ ده يا جماعه الطريقه اللي انا استخدمها في المذاكره. الطريقه اللي انا استخدمها في المذاكره. طيب ازاي؟ يعني لو انا قابلت المؤلف اللي هو الدكتور عندي في الجامعه وقال هنتقد ايه في الكتاب؟ لا هو انا مش بقول لك كده تروح تنتقده، ان شاء الله هتنتقده والله المستعان، يعني ممكن تاخد 3 4 سنين ان شاء الله ده ايه؟ عشان تحضر انتقالات تاني. انا انتقاد هتخيل يا جماعة اني بشرح الموضوع لشخص اخر، وانا بذاكر في الموضوع بقول لا الامر ده المفروض ما كانش كذا، لان في مصادر بتقول ان الصح بتاعه كده،
ان الافضل ان انا كان عملت كذا. القاعدة هنا مش كاملة، القاعدة كاملة ليها كذا. بس اهم حاجة اراعي ان الدكتور في الجامعة هيسمح او لا، او نظام التعليم في الثانوية العامة هيسمح بده او لا، هيسمح بامكانياتك انك تعمل كده ولا ما شاء الله الدكتور لما هتعمل كده انت ما شاء الله زي ما قلنا من شويه يكون متفاهم جدا. انت زي هتصحح اخطائنا، انا في خطا في الكتاب بتاعنا في اخطاء، طيب ماشي هنشوف. طبعا ما شاء الله بقى عشان انت قلت كده فكرت صح، بقى مش هيصحح لك ورقه الامتحان خالص يعني. شيء جميل طبعا. ايوه ما حدش كبير عليه يا جماعه، يعني دكتور ما حدش كبير عليه. انا اللي انا عايزه بقى تتخيل نفسك وانت بتستوعب الامر انك بتشرح الموضوع لشخص اخر. لو انت معاك شخص قدامك وبتشرح له الموضوع هتشرحه له ازاي؟ ايه الطريقه اللي انت هتستخدمها وانت بتشرح له الموضوع؟ تعاملك معاه ازاي؟ هتتحدث مع نفسك، تتكلم مع نفسك، تتكلم كانك تشرح الموضوع لشخص ثاني، كانك موجود في قاعه تدريب او في قاعه الطف والمدرس قال لك ايه؟ والمدرس قال لك اشرح. اشرح المدرس. انت هتتعامل على اساس ده بقى، هتتعامل ايه؟ على اساس ده تخرج مع نفسك، لان انت بتشرح ايه؟ بتشرح لنفسك. شقلت بقى استفسارات واسئله. طب لو كنا عملنا كذا كان ايه؟ اسال نفسك وادي لنفسك. طب ممكن تعيد النقطه دي؟ تعيد لنفسك. كانت بالظبط داخل ايه؟ داخل قاعه فصل. بعد دي يا جماعه ايه يعني اكسباند؟ اكسباند يعني توسع، بمعنى ايه؟ استعانه بالمصادر الخاصه اللي قال في الكتاب. ان انا مؤلف الكتاب ليه مصادر خاصه في الاخر دايما بيكون كاتب المراجع اللي هو استخدمها في الكتاب. انا ده هستخدم الامر ده في ان ايه؟ استفاد مني. ده هنا اسمه توسع يا جماعه. توسع يعني انا بوسع افكر، بوسع معلوماتي في كيفيه التعامل معاه. ممكن يا جماعه احنا بقى نستعين بمصادر خارجيه مره اخرى غير خاصه، مش شرط تكون خاصه ايه؟ خاصه بمؤلف الكتاب، ممكن يكون غيرها. اتوسع في معلوماتي، يكون عندي معلومات بحيث ان تتيح لي الفرصه ان انا اتعامل ايه؟ يكون عندي معلومات اصقل مهاراتي في الامر ده مصدر خارجي. ان لم يكن الدكتور هيوافق بالامر ده في نظام التعليم، ولكن الامر ده بالنسبه لي انا، بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي انا. اعرف واحد صاحبي في كليه الطب. الموضوع ده كده بيعمل ايه بقى؟ ما شاء الله فهو دي شيء جميل جدا. بيستوعب هنا، هو بيحب يا جماعه يتوسع بقى هنا. ما شاء الله انا بقول لكم قصته، بيحب يتوسع شيء زي الفل. ايه اللي بيحصل؟ ممكن بالليل نذاكر، نبدأ المذاكرة مع بعض على سبيل المثال، نراجع ممكن أذاكر ساعتين أو ثلاثة وخلاص أنت وقفت كده كفاية. هو يبدأ يذاكر ممكن ياخد ليلة كاملة لحد الصبح أو لحد الفجر يعني، صحينا الفجر نصلي، يقول لي يقول لي خلصت ايه؟ اقول انا مثلا خلصت فصل. وانت خلصت ايه؟ بالظبط والله لماذا ما يحدث اني ورقتين او ثلاث ورقات. بعدين نقول خلصت دولة، خلصت ايه؟ خلصت دولة. ازاي يا ابني ده انا نمت وانت اخذت ست ساعات وعدي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ده بيطبق امر التوسع ده، بس في شيء مبالغ فيه يعني يا جماعه للاسف الشديد. بنادي اخر السنه بنلاقيه حصل خلصت ايه في الماده، في الماده اللي انا خلصت نص الماده او تلت الماده، اقصى حاجه بيخلصها معانا في السنه. والحمد لله هنبتدي ان هو بينجح. اللي بتعمل ده ايه بقى؟ بيدخل بقى على النت، يجي معلومه بيدخل على النت ممكن يدور ساعه او اثنين وثلاثه كلمه واحده. احنا عايزين توسع ولكن مش بالطريقه دي طبعا، مش بالطريقه دي. لان على فكره يا جماعه مستواي التعليمي عالي جدا، يعني مستواي التعليمي عالي جدا، متفوق جدا، لكن استخدامه بدرجه التوسع طبعا شيء زائد عن ايه؟ عن حده. اخر ريفيو
ريفيو مراجعة يا جماعة، دي آخر شيء سبب مرضى مراجعة. إن أنا لازم أراجع اللي أنا إيه اللي أنا بذاكره، أراجع اللي أنا بذاكره بالتأكيد، أتأكد إنه خلاص فعلا هو كده كان تمام وصح ولا إيه بالظبط. أقوم بمراجعة يا جماعة الدرس نهاية كل درس، يعني مراجعة الدرس نهاية كل درس بتغنيك عند المراجعة. بمعنى إيه؟ إن أنت كل درس حتاجه أثناء بمجرد الانتهاء منه، يعني أنا خلصت الدرس خلاص هبدأ أراجع بمجرد الانتهاء منه، ده هيغنينا عن المراجعة في الآخر. المراجعة في الآخر إيه؟ هيغنيني عن الأمر ده، هيكون إزاي كده؟ يعني خلاص أنا مش محتاج إن أنا أراجع لأني راجعته أكتر من مرة. إيه تاني؟ نهاية كل يوم أراجع كل الدروس، يعني نهاية كل يوم أراجع كل الدروس اللي أنت أخدتها. إيه تاني يا جماعة؟ أسمع إضافات حضراتكم بقى، أسمع إضافات حضراتكم في الموضوع ده. ممكن أستخدم إيه تاني في المراجعة؟ الطرق دي يا جماعة، صورة الدكتور. هنا يا جماعة هستخدم نهاية كل يوم زي ما قلنا هراجع كل الدروس، وطريقة المراجعة هتكون زي كالآتي: واحد، أراجع اللي أنا ذكرته للتأكيد إن هو خلاص كده أصبح بالنسبة لي مفهوم. النقطة الثانية، أقوم بمراجعة الدرس نهاية كل درس، يعني مراجعة الدرس نهاية كل درس بالأمر ده بيغنيني عن المراجعة النهائية، بيغنيني في المراجعة النهائية لأن أنا إيه؟ أنا راجعته قبل كده. نهاية كل يوم قبل ما أنام أراجع كل الدروس. ونهاية الأسبوع بخصص 3 ساعات على سبيل المثال مراجعة دروس الأسبوع لا مذاكرة. 3 ساعات يا جماعة هراجع مش هذاكر، أنا براجع جزاكم الله خير، مراجعة وليست مذاكرة. نهاية كل شهر بدأ بخصص يوم كامل مراجعة لكل شهر، يوم كامل إيه؟ مراجعة لكل الشهر. وسائل الحفظ السريع يا جماعة، وسائل الحفظ السريع جزاكم الله خيرا. ممكن استخدم الإجابة على الامتحانات، يعني الإجابة على الامتحانات أو اللي هو بتبقى أسئلة التقويم اللي موجودة في آخر الكتاب أو النماذج اللي بتعين على الموضوع ده. الكتب الخارجية اللي هي بيبقى موجود فيها مستهدف تام الأشياء دي. وسائل الحفظ السريع يا جماعة، وطبعا يا ريت نلاحظ حاجة قبل ما ندخل في وسائل الحفظ السريع، إن أثناء المراجعة يا جماعة في عندي الذاكرة الحسية، الذاكرة الحسية قصيرة ولحظية المدى، وعندي ذاكرة متوسطة المدى وذاكرة بعيدة المدى. لما انا بذاكر لاول مره بيبقى الذاكره ايه؟ الذاكره المعلومات لاول مره الذاكره الحسيه قصيره لحظيه المدى، بيتم بعدين نقلها الذاكره متوسطه المدى. لما براجع الدرس، اخر كل درس بيتم نقله ايه؟ للذاكره متوسطه المدى. نهايه كل يوم لما براجع الدروس كلها بيتم برضه وضعها في نفس المكان. نهاية الأسبوع مستوى أعلى، نهاية الشهر بقى بيبقى تم وضع الذاكرة بعيدة في المدى واستقرار. إنما مدة مسافات طويلة ولكن بتذكر الأمر ده. طيب وسائل الحفظ يا جماعة، الطرق اللي بتساعدني على الحفظ إيه هي؟ يا ريت كده أسمع من حضراتكم مشاركات علشان الوقت يا جماعة، يا ريت أسمع من حضراتكم الطرق اللي بتساعدني على الحفظ. مين معانا؟ الحفظ جزاكم الله خيرا. الحفظ بالتسميع الكتابي أو بالتكرار جزاكم الله خيرا. عمل ملخصات لخرائط الجميع وعمل التلخيص جزاكم الله خيرا. عمل تسلسل للأحداث جزاكم الله خيرا. ايه تاني؟ عن طريق الرابط جزاكم الله خيرا. عن طريق الرابط، عشان كده يا جماعه هنقول
تذكر الطرق اللي ساعدتك على الفهم وحفظ المعلومات، طريقة أنت استخدمتها وساعدتك على الحفظ وفهم المعلومات. ضبط الرسائل في دراستك المستقبلية، استخدم المعلومات ده بضبط عليها في دراساتك المستقبلية، وإن شاء الله هنكمل ولكن المرة القادمة. ده احنا لنا بدر ما خدناش ايه، ما خدناش تاسك، هسيب لحضراتكم ان شاء الله وسائل الحفظ السريعه، يا ريت المره اللي جايه كلها فيها محضر ايه الوسائل اللي ممكن تساعدني في الحفظ، وهنخليها ايه، هنخليها ان شاء الله المره اللي جايه يعني دي التاسك. تاسك المره اللي جايه ميعادنا ان شاء الله يا جماعه الاحد القادم الساعه ايه، الساعه 8، فهنسيب الوقت بدل لحد ما يتم تحميل الفيديو ان شاء الله لاستفساراتكم، هنسمع استفسارات حضراتكم. يعني مبدئيا انا اكتفيت هذا اليوم ان شاء الله، فهسمع اراء حضراتكم لحد ايه؟ لحد ما يتم تحميل الفيديو على الجروب لو في اي استفسار. ده ميعادنا ان شاء الله يا جماعه الاحد القادم الساعه 8 بتوقيت القاهره. فلو في اي استفسارات هسمع استفسارات حواراتكم لمده ان شاء الله 5 دقائق، يكون ايه، يكون فيديو ان شاء الله اترفع ان شاء الله يا جماعه. الفيديو باذن الله تم رفعه بنجاح بعد معاناه شديده، فاستاذن حضراتكم ان شاء الله هندخل على، جزاكم الله خيرا استاذ سامي، اتعامل معاه انا ازاي حضرتك لما الاقي الطالب بيتعامل بالطريقه دي. زي ما قلنا انا هستخدم هنا معاه الفيديو يا جماعه، اترفع على الجروب ان شاء الله، اترفع على الجروب ان شاء الله، هناخد 5 دقائق نسمع الفيديو ونرجع تاني. هجاوب على حضرتك يا استاذ سامي ان انا هنا بستخدم معاه ايه؟ الدافع، اولد عند الدافع، أولد عند الدافع المذاكرة، تأثير الأفكار على النتائج اللي احنا أخدناها في أول لقاء معانا النهاردة، أولد عند الشعور بالرضا والتميز، أحبب الطالب عندي في المادة اللي بيدرسها، أحبب في المدرس إنه أه هو بيعمل كده لسبب ولكن ده لمصلحتك أنت عشان تفوقك، أحبب في التعليم إن أنا أخليه راضي عن الفترة اللي بياخدها. زي ما قلنا اخليه راضي عن فتره متبقيه الامتحان، لا، وانا اخليه راضي عن الفتره اللي هو بياخدها. الدافع عندك ان دي خطوه من خطوات النجاح، انت عايز تنجح فدي هتكون ايه؟ هتكون خطوه من خطوات النجاح. هنسمع الفيديو لحضرتك، هنسمع الفيديو ان شاء الله وهرجع هجاوب على حضرتك ايه بالتفصيل. جزاكم الله خيرا، هنرجع بعد الفيديو ان شاء الله، هنسمع الفيديو على رابط الجروب ونرجع اجاوب على حضرتك بالتفصيل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الفيديو يا جماعه يا ريت يا ريت الفيديو في موسيقى، فارضي يعني هو كلام فمش مهم، ارضي غلق ايه، غلق الصوت يعني، لان يعني الموسيقى حرام شرعا يعني. رجعنا يا جماعه، اللي رجع معانا ان شاء الله يا ريت يكتب واحد. جزاكم الله خيرا. استاذ سامي قريت معانا علشان نجاوب على السؤال ولا لا؟ تمام، جزاكم الله خيرا. هنا إجابة سؤال حضرتك يا أستاذة بتقول إن لو معي طلبة بيكون إيه؟ التعامل معاهم أو كده، الضغوط علشان ضغوط الدراسة والمعلمات، فبياخدوا 4 حصص على سبيل المثال متتالية. هنا حضرتك أنا هعمل على شيء معين، إن أنا هزرع في شيء وهو إن من أجل الهدف تفعل إيه؟ تفعل ما تريد من أجل تحقيق هدفك، من أجل حبني في الطالب أو الطالبة له إن أنت عايز تنجح خلاص، إنك تنجح الظروف محطوطة اللي أنت محطوط فيها دلوقتي، إن لا، إنك بدل ما أنت هتاخد درس واحد هتاخد 4 دروس، بدل ما تاخد ساعة 4 ساعات. هدفك وطموحك في الحياة يستحق إنك تاخد ده ولا لا؟ يستحق إنك تتعامل مع الوضع ده ولا لا؟ تستحمل ده ولا لا؟ أولد جواه حضرتك الدافع، أولد جواه إيه؟ الدافع في الأمر ده، إن لازم لازم إيه؟ تعمل كده.
ان انا اعلمك ايه؟ اولا انك تتحمل، هعمل ان انا اعمل يعني ايه، اعلمه يتحمل مسؤولية. بمعنى ان انت لازم تتحمل مسؤولية، لازم في ثلاث درجات لازم تخطيهم. واحد، تحطيم كل المبررات، المبررات بأوهام، بتعب او كذا، كلنا بنتعب، ولكن هدفك ده يستحق انك تتعب من اجله ولا لا؟ عشان كده لازم تاخد بالك انك ما لا تضع قدمك على اول درجات السلم. سلم ايه؟ ان لا هم بيغلطونا، هم كذا، هدفك يستحق المعاناة ولا يستحق انك تتعب ولا لا؟ زي ما بنقول بلغة العامية، اللي بيجي بالسهل بيروح ايه؟ بيروح بالسهل. هنا لازم تاخد بالك ان لا، اياك انتبه انك تحط قدمك على اول درجات السلم. سلم ايه؟ اللي هو ان انا اوضع مبررات لنفسي، بس هم كده احنا حرام، بقيتنا مش عارف ايه. لا، انت قدراتك، وكنت متابع معانا من الاول الصوصان، وقدراتك انت ما بتستخدمش دلوقتي غير 1% من قدراتك، يعني معاك 99% نزلت موجوده، هتستخدمها في ايه؟ كيف تتعامل معاها؟ المرحلة الثانية حاجة تقدر يوصلني، ابني جواك قناعة وقرار ان هدفك اغلى شيء في حياتك، انت عايش علشان الهدف ده. ليه؟ لانه كيانك كله من اعظم قراراتك، عشان كده لازم تتفوق وتصر على تحقيقه. انت بالتنفيذ وخذ خطوات مهما كان المعوقات اللي هتجيب لك. وان شاء الله حضرتك هرفع فيديو باذن الله على الجروب النهارده ان شاء الله، بخصوص ايه؟ بخصوص الموضوع ده، ان انا احقق هدفي مهما كان ايه اللي هيواجهني. لا، لازم احقق هدفي. هيكون عنوان الفيديو باذن الله ايه؟ لا تتخلى عن حلمك، لا تتخلى عن حلمك او هدفك. الفيديو ان شاء الله حضرتك هيكون معبر جدا باذن الله. ان شاء الله التاسك بتاعنا وسائل الحفظ السريعه، وسائل الحفظ السريعه، واياكم ان شاء الله، اسال الله ان انا اكون قد وفقت ان انا افيد حضرتك. يعني هنشوف المره الجايه يا جماعه، ميعادنا ان شاء الله الاحد الساعه 8 توقيت القاهره. المهمه بتاعتنا ان شاء الله ان اشوف وسائل الحفظ، كل واحد يجيب لنا بقى ايه وسائل الحفظ بالنسبه له، وهنتناقش فيها مع بعض ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سعدت جدا بتواجدي معاكم ان شاء الله. لسكان محافظه قنا، سكان محافظه قنا، حد متواجد معانا يا جماعه في الجنوب الرياضي معانا على الكورس، ان شاء الله هيتم اقامه الكورس على ارض الواقع، فان شاء الله لكم الاحقيه باذن الله في الحضور ومجانا. اي احد اي حد فينا ان شاء الله حضر الكورس يا جماعه وهو في جامعه الجنوب الوادي، فله الاحقيه يحضر معنا الكورس على ارض الواقع، وده هيكون ان شاء الله السبت اللي جاي، هيكون موافق يوم 28، فهيكون ايه؟ هيكون الحضور مجانا تماما ليه. وجزاكم الله خيرا، وسعدت جدا بتواجدي معاكم، ونشكر الدعم الفني. وقبل ما نختم يا ريت يا جماعه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وسعدت جدا بتواجدي معاكم، وعلى الله ان شاء الله موعدنا القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.